يقول السائل: أنا أبيع سيارات بالأقساط الشهرية، هل يجوز لي أن أستعيدها من المشتري إذا حازها وبدون شروط مسبقة؟ نعم يقول: أنا أبيع سيارات بالأقساط الشهرية، هل نعم يجوز لي أن أستعيدها، يعني في حال لم يسدد، إذا حازها وبدون شروط مسبقة؟ إذا بعت سيارة أو غيرها من السلع بثمن مؤجل وأراد صاحبها أن يبيعها فلا تشتريها منه، لا تشتريها منه وثمنها باقي في ذمته. نعم، لأن هذه تصبح مسألة العينة، تبيع شيء بثمن مؤجل ثم تستعيده وتشتريه بثمن أقل من المؤجل، هذه مسألة العينة.